سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة. الجمعة ايام الاسبوع سبعة، واجمل يوم يوم الجمعة، بلبس اجمل واحلى ما عندي، وانزل اصلي صلاة الجمعة. الجمعة وانزل قبل الخطبة كمان، علشان اقرا في القرآن، وابقى في بيت الله فرحان، وانا مستني خطيب الجمعة. الجمعة اول ما الخطبة تبتدي، قلبي بمعنيها يهتدي، يا طيور الجنة رددي، ويا دعانا وقولي امين امين. اسمع اسمع ما تكلمش، مسرحش في كلمة ولا نمشي، بعد ما صلي اسبح وامشي، الله على جمع المسلمين. في الجمعة ساعة استجابة، ادعيلي يا ماما ادعيلي يا بابا. في الجمعة ساعة استجابة، سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة. الجمعة ايام الاسبوع سبعة، واجمل يوم يوم الجمعة، بلبس اجمل واحلى ما عندي، وانزل اصلي صلاة الجمعة. الجمعة وانزل قبل الخطبة كمان، علشان اقرا في القران، وابقى في بيت الله فرحان، وانا مستني خطيب الجمعه. الجمعه من الجمعه للجمعه هدانا، انوارها تفضل ويانا، في معدها تيجي تلقانا، على صوت اذان متجمعين، الله، ونصلي على النبي ونسبح، وشطان بيسمعنا يروح، والسماء ابوابها بتتفتح، على صوت دعاء المسلمين. دعيلي يا ماما دعيلي يا بابا، في الجمعة ساعة استجابة، دعيلي يا ماما دعيلي يا بابا. في الجمعة ساعة استجابة، سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة. الجمعة ايام الاسبوع سبعة، واجمل يوم يوم الجمعة، بلبس اجمل واحلى ما عندي، وانزل اصلي صلاة الجمعة. الجمعة وانزل قبل الخطبة كمان، علشان اقرا في القرآن، وابقى في بيت الله فرحان، وانا مستني خطيب الجمعة. الجمعة الجمعة. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أسأل الله عز وجل لمن نشر هذا الحديث أن يبارك له في رزقه وماله وولده، وأن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب أو عذاب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.